اهلا بكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم كلمه في وصفه. في بدايه البرنامج بنحب نهني اخواننا الاقباط، كل سنه وانتم طيبين ودايما بكل خير وسلام. ما اجمل في الحياه ان ينعم الله عليك باحباب ليسوا من دمك ولا يعرفون عنك سوى كلماتك، ومع ذلك يفيض قلوبهم احتراما وتقديرا لك. اسعد الله ايامكم بالخير والسعاده والرضا، لكم مني كل الاحترام والتقدير. ان شاء الله حلقتنا النهارده موضوع مهم جدا هيفيد كل اسره. قبل الحلقه احب ارحب ومعانا الاستاذه المتالقه دائما الاستاذه مها العالميه. اهلا بحضرتك يا استاذ هشام، واهلا بمشاهديني واهلا بكل متابعين برنامج كلمه في وصفه. حلقتنا النهارده مهمه زي بقيه حلقاتنا، معلوماتنا ان شاء الله نقدر على قدر المستطاع ان احنا نقدم لكم معلومات مفيده عن مرضى التخاطب، وازاي نقدر الاخصائي او المتخصص يتواصل مع الحاله المرضيه بالنسبه للتوحد والتخاطب، ده هنعرفه من ضيفتنا النهارده. قبل ما ارحب بضيفتي وقبل ما اتكلم عن حلقتي النهارده وعن المعلومات اللي هنقدمها ان شاء الله، احب بس ابارك للاخ والزميل الاستاذ الشاعر احمد عساف على ديوانه باسم سلك شائك. فكره الديوان او الديوان بيتكلم عن ان دايما بيكون في عقوبات في حياتنا، بيكون في زي ما بنقول كده مطبات لازم نعديها زي سلك شائك. هي دي فكرة الكتاب، ان شاء الله هيكون متواجد قريب جدا في معرض الكتاب. كلنا نبارك له ونقول له ألف ألف مبروك يا أستاذ أحمد ومزيد من النجاح والتقدم ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع بضيفة حلقتنا النهاردة اللي هتدينا معلومات عن التوحد، عن التخاطب، وازاي نعرف او نقيم الحالة. فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا طفل كان جاينا من غير مفيش كلام خالص. طبعا احنا بنعمل تقييم مبدئي للطفل اللي ما بيتكلمش اصلا، بنشوف هل هو عنده ربط في اللسان ولا عنده سقف حلق ولا عنده اي مشكلة في الفك وفي البق، وبعد كده بنمشي بناء عليها. لو عنده ربط في اللسان بنقول للام تروح تعمل له جراحه، انها هي دكتور جراحه اطفال انف واذن وحنجره، فبنروح للدكتور ونخليه يعمل العمليه دي، وبعد كده بنبدا معاه مجال التخاطب. كان معانا الطفل احمد، كان جاي ما فيش كلام زي ما قلت لحضراتكم. دلوقتي الحمد لله بفضل الله احمد تحسن كتير جدا جدا يعني، وهندي نبذه من الجلسه. هو ما كانش فيه كلام، فانا في الشرح احنا بنبدا في بدايه الجلسات بنبدا بالمقطع، بعد كده في الجمله في الكلمه، بعد كده في الكلمتين، بعد كده جمله كامله. هنشوف احمد دلوقتي، هناخد جزء بسيط بس من الجلسه بناء على ايه بنمشي عليه، وهنعرض المجموعه الضمنيه يشرحها، وهي نقول له ايه المجموعه الضمنيه، والمفروض ان هو ايه يقول ده اسمها ايه. احمد ازيك؟ علي صوتك يا ماما. كويس كويس الحمد لله. علي صوتك اكتر، علي صوتك. ا اي او انا اسمي احمد. برافو عليك. ا اسد ارنب. برافو عليك. با بي بو بطة بصل بطيخ. جود احمد شاطر. دي نبذه بس بسيطه جدا عن الجلسه. بعد كده احنا بنعرض صور، المفروض ان الطفل خلاص يعني انا دربته عليها بعد ما يبدا يتكلم، بحيث ان كل حرف بجيب عليه من المجموعه الضمنيه او بجيب عليه كلمات عاديه. هنشوف دلوقتي احمد. احمد دي اسمها ايه؟ سمك. علي صوتك. سمك. سمكه. سمكه. برافو عليك. سمكه. سمكه. برافو عليك. ها وده اسمه ايه؟ صوت. نو ده اسمه ايه؟ ارنب. ارنب. ارنب.
برافو عليك. وده اسمه ايه؟ طفل. برافو عليك. هنا بقى احنا بنحدد بناء على الطفل، انا بديله كلمات او بديله مقاطع او بديله اشكال ايا كان في المجموعه الضمنيه، بحيث ان انا برضو بعد ما علمته النطق علمته الحروف وجبتها له في كلمه وجمله وكلمتين، المفروض ان انا بشوف هي في النص اتنطقت وفي الاول اتنطقت في الاخر اتنطقت، بحيث ان انا ايه بعمل ستريس على اللي هو المقطع اللي ما اتنطقش. يعني مثلا اتنطقت في الاول خلاص كده انا عديها، يبقى هتتنطق في كل الكلمات في الاول، لكن هركز عليها في النص وفي الاخر، هشوف هي اتنطقت في النص كويس برضه هعديها، اتنطقت في الاخر يبقى هعديها. يبقى خلاص انا عندي ايه كونت كلمات كونت الجمل على اساس انها ايه هتعدي معايا في كل كلمه انا هقولها له. دلوقتي عندينا احمد زي ما قلت لحضراتكم الحمد لله ما كانش بيتكلم اصلا، وبفضل الله كويس جدا 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 دلوقتي، بقى يقول جمل بقى يقول كلمات بقى يسرد القصه، يعني اي نعم كلماته مش مترتبه بس بقى في سرد للقصه. السلام عليكم ورحمه الله. ده كان اول فيديو معانا، هنشوف وناخد معلومات من الفيديوهات قبل ما نتكلم مع ضيفتنا وقبل ما نرحب بيها. شفنا الفيديو الاولاني، تعالوا نشوف الفيديو الثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اخصائيه التربيه الخاصه دكتور زينب حسن عبد المجيد. النهارده هنسجل فيديو لطالب اسمه سيف. المفروض ان سيف كان جاي شبه صعوبات تعلم مع شبه تهتها او تلعثم. سيف دخل عندنا المركز ان شاء الله باذن الله لسه ما كملش شهر عندي، وبفضل الله سجلنا لكم حلقه دلوقتي او فيديو بسيط جدا لسيف بعد ما شلنا موضوع التلعثم من عنده الحمد لله تعالج، وفي نفس الوقت اشتغلنا تنمية مهارات وشغالين دلوقتي على صعوبات التعلم. معانا الطالب سيف. السلام عليكم يا سيف. نعلي صوتنا. السلام عليكم. عليكم السلام. علي صوتك. عليكم السلام. ورحمة البركات. عليكم. عليكم. اها السلام. السلام. ورحمة. ورحمة. ها؟ الله وبركاته. تنميه ان احنا نتخلص من التلعثم او نتخلص من التهتها، فاحنا دي ليها تمارين بسيطه جدا جدا. هي ايه؟ ان احنا بناخد نفس. يلا يا سيف ناخد نفس. ناخد نفس من مناخيرنا ونطلعه من بقنا. خد نفس قوي. ها خد نفس. تنفس جامد طلعه من بقك. جود. حاجة تانية يا جماعة، احنا بنطول في الجملة الأولى، نطول يعني ايه؟ يلا يا سيف هنقول أنا اسمي سيف. جود. يلا نقولها تاني. أنا اسمي سيف. عندك كم سنة؟ 7 سنين. و معاك اخوات يا سيف؟ معاك اخوات في البيت؟ انا ليا اخت بس اسمها وعد. اسمها ايه؟ وعد. وعد مش عارفها. اسمها وعد؟ اه مش عارفها هي. لا ما انا ما شفتهاش قبل كده. تمام؟ ان شاء الله هي تكبر كده شويه هاتي. لو ناخد بالنا يا جماعه في كلمه ان شاء الله في تلعثم، فاحنا هنقول الجملة تانية ونقولها بالمد، وزي ما قلنا تمرينات النفس قبل أي تلعثم، قبل ما نبدأ ببرامج التلعثم أو نبدأ جلسات التلعثم. تاني حاجة بنحاول نمد في الكلمة. تالت حاجة بناخد نفس وسط الكلام، يعني لما نيجي نتنفس نريح شوية وناخد نفس بحيث إن أنا إيه أجدد الهواء اللي هو في القفص الصدري عندي. يلا يا سيف. أختي اسمها ايه؟ وعد. اسمها وعد. برافو عليك. يلا قولي بقى انا اسمي سيف وعندي كذا عندي 7 سنين واختي اسمها وعد. عايزك تقول الجملة كلها كاملة. اسمي ايوه انا سيف
أنا 7 سنين. برافو. وعد. مين وعد؟ وعد أختي. برافو. دلوقتي هعرض عليكم فيديو اللي احنا هنكمل الفيديو في تنمية المهارات تمام والتركيز والانتباه. احنا هنعمل ايه هنا يا سيف؟ الحط المفروض كده. ان احنا بنصنف ايه؟ كب كيك. مش كب كيك، هو دي علب الكب كيك بس هي جايه مع البرنامج على اساس ان احنا نصنف فيها مين؟ الالوان. هنمسك الاول بالمشبك ونصنف ايه؟ الالوان، كل لون على حسب العلبه بتاعته. يلا اعملهم لي. دلوقتي سيف بيصنف الالوان معانا، دي اسمها تنميه مهارات وتركيز والانتباه. دي لو الطفل اي طفل المفروض هيجي المفروض ان انا بشتغل معاه تنميه مهارات الاول، والاهم من ده كله تركيز وانتباه. يعني التركيز والانتباه اهم من ده، لان الطفل لو ما عندهوش تركيز وانتباه مش هيعرف يبصلي انا بتكلم ازاي او بقول ازاي، ومش هيعرف مخرج الحرف هيخرج منين. فانا لازم يكون عندي طفل عنده وعي وفي نفس الوقت عنده تركيز وانتباه، تركيز وانتباه قوي بحيث ان هو يشوف مخرج الحرف عامل ازاي واقول له اعمل زي او قول زي. وهنعرض عليكم حاله دلوقتي ان شاء الله، هي ما كانتش بتتكلم خالص وبفضل الله دلوقتي بتقول جمل كامله، بس برده سنه كبير يعني بياخد وقت كبير، السن الاكبر بياخد وقت اكبر، لكن التدخل المبكر بيبقى مفيد اكتر لاي طفل. وهكمل معاكم فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم. ها هنا الولد بيعمل ايه يا بابا؟ ياكل ايه؟ شوكولاتة. وهنا هياكل. هياكل. تمام. وهنا بياكل. هنا اكل خلاص. برافو عليك. هنا لا علي صوتك. بنت بتغسل ايديها. ها هتغسل. هنا ايه؟ بي. هنا البنت بتعمل ايه؟ بتغسل. برافو. هنا ايه؟ خلصت. خلاص تمام. انت اسمك ايه؟ عمر. ايه عندك كم سنة؟ ثلاث سنين. اختك الكبيرة اسمها ايه؟ ميرنا. واخوك اسمه ايه؟ برافو يا زياد. ايه يا عمر انت بتحب بتلعب بايه يا عمر؟ باللعب كلها؟ وبتكتب لحد فين؟ طيب قول ورايا يا عمر. أسد. قطة. بطة. فيل. أنا آكل. آكل كيك. أنا آكل كيك. طيب يلا نقول إيه تاني؟ تفاحة. مانجا. بطيخ. بلح. عنب. برافو. عمر ممكن تقول لي انت بتروح الحضانة؟ بتروح حضانة؟ حضانة ايه؟ ايه؟ حضانة زياد؟ تمام. بتاخد ايه في الحضانة يا عمر؟ تاخد ايه؟ تاخد ألف أسد. تمام. وإيه كمان؟ وبه بطة. برافو حبيبي. وإيه كمان؟ تاخد واحد واتنين. تعرف تجمع حبيبي؟ يلا ممكن نجمع اتنين واتنين. يلا أدي لي اتنين واتنين. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، كده رجعنا لكم تاني في البرنامج وموضوعنا المهم جدا لكل اسره بالنسبه للتوحد والتخاطب.
معانا النهارده ضيفتنا اللي طبعا حضراتكم شفتوا طريقه تعليمها للطفل ازاي من خلال الفيديوهات اللي عرضناها لحضراتكم. معانا مديره مركز ابني لذوي القدرات الخاصه الاستاذه زينب حسن. اهلا بيكي يا استاذه زينب. اهلا وسهلا بيكي يا استاذه. استاذه زينب طبعا وقت حلقتنا صغير، بس عايزه على قد ما اقدر افيد المشاهد، وفي نفس الوقت اكيد هم استفادوا من الفيديوهات اللي عرضناها لحضرتك. عايزه حضرتك تعرفينا عن التوحد والتخاطب. هو مبدئيا التوحد والتخاطب يعتبر وجهة لعملة واحدة. التخاطب جزء لا يتجزأ من التوحد. بالنسبة للتخاطب هو عدم نمو اكتمال اللغة، وده صفة أساسية من صفات التوحد بيكون موجود فيهم. لكن التوحد اللي هو للأسف مشوار كبير جدا جدا جدا، أولياء أمور كتير بيكلمونا زي ما حضرتك عارفة يا أستاذة مها، الموضوع بقى كبير قوي قوي دلوقتي. فالتوحد هو قصور أو خلل في جميع جوانب شخصية الطفل، سواء كانت اجتماعية أو يعني اجتماعية بتخلي أو الطفل أو مهارية. ما بيتعاملش كويس مع بالظبط يعني بيبقى منعزل، هو زيتوية يعني اسمها اسم التوحد أو الزيتوية. فطبيعي إن الطفل بيبقى عالم، يعني خلق يعني عمل مجتمع لوحده، مجتمع مصغر لنفسه مش عايز حد يدخل فيه. طبعا ليه صفات كتير وليه أسباب كتير وحاجات كتيرة بتظهر، الله المستعان يعني. طيب أستاذ هشام، برضو أكيد حضرتك بكونك أب محتاج تسأل الأستاذة زينب حاجة. طبعا أنا لازم نفيد المشاهدين، وعايزين نعرف كيفية التقييم والتشخيص وتصميم البرامج التأهيلية لطفل التوحد، وياريت يكون أكيد طبعا إن بالنسبة للتصميم بيكون الطفل على حدة. تمام. لا، هو بالنسبه للتوحد انا عندي 3 مستويات التوحد، هو شديد او بسيط او متوسط او متوسط. كل طفل بيجي لنا او المفروض ان هو متواجد في اي مركز، الطفل بنعمل له تقييم مبدئي، بيعمله له الاخصائي النفسي، بنشوف نسبه الاوتيزم عنده ازاي او قد ايه، بنشوف هو شديد ولا متوسط ولا بسيط، وبناء عليه بنحط البرامج. لكن الاختبارات او المقاييس اللي احنا بنقيم بيها طفل الاوتيزم او الزيتاوي اللي هي يا اما جيليليام اختباره او برنامج جيليليام وفي برنامج تاني. طيب معلش معلش يا استاذه زينب، بالنسبه للعند عند الاطفال او كارز، معلش لا ولا يعني انا طبعا عايزه بس اعرف مشاهدين حضرتك دخلنا من الدار للنار زي ما بيقولوا قدام الكاميرا على طول، فما لحقناش ان احنا نتكلم مع بعضينا. بس انا كأم عندي اطفال عنيده، اتعامل معاهم ازاي؟ تعديل سلوك بقى واللي عنده والحاجات اللي بتورد في تخصص حضرتك. هو للاسف احنا عندنا كذا مشكله اللي هي الاساسيات بتوعنا، فرط حركه وتشتت في الانتباه، صعوبات التعلم. العند ده شيء اساسي في الاطفال دلوقتي بقت كلها. العند احنا بنعمل له مقياس او تقييم بسيط جدا، وبنحط الام على الخطوات الاساسيه بتاعه العند. طفل العند لو بدأ معانا بعند في البداية هيستمر معانا العند للنهاية. طيب فبالتالي احنا بنحاول نتجنب الجزئية دي تماما يعني. طيب احنا للأسف تقريبا كده على وشك انتهاء حلقتنا، بس قبل ما ننهي حلقتنا محتاجة من حضرتك تقولي حبات كتير كده من النصائح لمشاهدينا بالنسبة للأطفال، لأن فيديوهاتك كفيلة ان هي شرحت حاجات كتير عن التخصص، فمحتاجه برضو من حضرتك نصائح سريعه. ممكن حضرتك تكلمينا مثلا بنقط معينه بالنسبه للتقييم المهارات. تقييم المهارات احنا بنقيم التهم على 3 اجزاء: المهارات الحركيه، أيوة. المهارات اللغويه، المهارات الاجتماعيه. بنقيم الجوانب كلها لان دي شيء اساسي في الجانب الزيتاوي بتاع الطفل. فبتيجي الام احنا بنقيم لها كل حاجه او اي مركز بيقيمه. وزي ما قلت لحضرتك احنا ما بنحكمش على الطفل ان هو اوتيزم او نو اوتيزم الا بالمقاييس بتاعتي اللي هو جيليليام او كارز. طيب. انا نشكر حضرتك جدا في برنامجنا كلمه فاصله، وان شاء الله يتجدد لقائنا مره اخرى باذن الله، وتشرفينا لموضوع مهم جدا يهم بكل اسره. شكرا جدا، وشرف ليا وسعاده جدا اني كنت معاكم، وشرف لنا حضرتك. شكرا جدا. اعزائي المشاهدين، كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده بالنسبه لبرنامج كلمه فاصله، في حلقتنا وموضوعنا التوحد والتخاطب. ان شاء الله احب انوه لاعزائي المشاهدين ان بناء على رغبه المشاهدين ان شاء الله الحلقه القادمه هيبقى معانا الاستاذه سوزي ربيع مدربه التطوير الذاتي.
شكرا لحضراتكم، وبنشكر الاستاذه زينب حسن على حضورها وتشريفها لينا. شكرا جدا، شرف عظيم. طبعا انا بشكر حضرتك استاذه زينب على وجودك، والفيديوهات كفيله عن الشرح، وطبعا هيكون لينا لقاءات تانية ان شاء الله. احب شاء بس الله. اعرف مشاهدينا بناء على رغبتكم هيكون معانا زي ما استاذ هشام اتكرم وقال لنا الدكتوره سوزي ربيع، هنكمل حوارنا عن التخطيط الذاتي. بشكر كل جروء الصحة والجمال، وإلى اللقاء، انتظرونا الحلقات القادمة إن شاء الله.